السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي ابدأ احط شغل البلاون فيكتشر وابدأ اوصل من خلال الماجيك كاد جوه الريفت. هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل انستول برودكت، ابدأ اختار سور ديفايس او اختار اي ادوات ووتر ديفايس ووتر زي ما انا عايز، اختار الحوض اللي انا عايزه وبعد كده اقول له اوكي. ممكن ارسم باكتر من طريقة، ممكن فري احط في اي مكان انا عايز، او اقول له اري وابدا احدد مثلا ان انا هحط على شكل خط مثلا بالشكل دوت، تمام، او اقول له ابديت ابلاي خلاص مش عايز منك حاجه، اروح عامل سيلكت بقى عليهم كده وابدا اشوف هيبقوا موجودين فين الارتفاع بتاعتهم. هم على الارضيه فممكن ادخل هنا في السكشن اظبط الارتفاع بتاعهم زي ما انا عايز على الارتفاع متر مثلا. طيب عايز ارسم البايب، هقول له ارسم لي بايب من البايبنج، هقول له بايب اختار نوع سنتري، اختار البي في سي الدايمتر، اوكي الاسلوب بتاعي تمام للداون اهوت. طيب بس ده على ارتفاع 2500، هاجي هنا اقول له غير لي الارتفاع دوت اللي مثلا 300، ده ممكن اخليه بالسالب يبقى تحت الارض مفيش مشكله. طيب عايز اوصل بين ده ودوت، فهاجي هنا في البايبنج هقول له سور كونكشن، اروح اختار الفيكتشر وبعد كده اختار البايب، هيبدا بقى يقول لي ايه الشكل اللي انت عايزه. حس ان انت مثلا بتخرج هنا بقوة بتوصيله معينه الشكل دوت الاسلوب بتاعك قد ايه، لو في مشكله هيقول لك تمام. طيب نبدا نشوف المشكله دي ايه المشكله اللي فيها. طيب خلينا نخش في السكشن، تكون المساحة مش مقضية ان هو يوصل. طيب نجرب تاني صور، هقول له اختار الحوض واختار البايب، هو بيعمل تجربة هي توصلت اهي. اقدر اقول له انا عايز اسلوب مثلا 1%. طيب هو شكل اقول له اوكي توصلت بالشكل دوت، وتعالى نخلي برضه دوت صور. دلوقتي بقى نشوف الشغل ده في 3D، نقدر نعمل سيلكت كده وتعالى نقول له عايزها في 3D. من موديفاي هنلاقي حاجة هنا اسمها 3D، هتيجي يظهر بالشكل دوت، فتقدر تقول له غيرها لي للفاين بالشكل دوت، فتلاقي التوصيلة اهي بالشكل الجميل دوت اللي هو يتنفس فعلا في الواقع. الحاجات دي تقدر تغير المقاس بتاعها بسهولة ونقدر نعملها اوتوماتيك. ممكن تقول له ده مثلا نخليها 50 مثلا يطلع معايا بالشكل دوت.